السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بياك يا صانع محتوى رسمي للعبة حرب الممالك. عندنا حدث جديد، هو بيسموه بره يوم الطفل أو يوم الأطفال. زي أي حدث بينزل في حرب الممالك، مكون من عدة أيام، كل يوم بيكون فيه شوية مهمات. المهمات دي كل مهمة بتديك نقط عشان ناخد الصناديق في الآخر لما نجمع عدد النقط الموجودة. عندنا أول صندوق 3 من غبار النجوم وكريستال ماربلز. كرات الكريستالة دي هنقول بتعمل ايه بالظبط، وعندنا هنا دي البلوكس ديت او البازل ديت هنقول برضو بتعمل ايه. برضو الصندوق التاني في منه غبار النجوم، بازل وكريستالات، لغاية اخر صندوق برضو غبار النجوم وبازل وكريستالات. بالنسبة لتاني صفحة هنا، هو بيقول لك ان انت لو جمعنا موارد سواء من المنطقة بتاعتك او من الخريطة بره، سواء انت هجمت على اقزام او زعماء اقزام، هتاخد صندوق. الصندوق ده لما بتفتحه بيجيلك فيه زي عملة كده، هو ده الصندوق، تمام، العملة الرصاصي دي. فالعملة السيلفر ديت بالنسبة لنا بنقدر ان احنا نبدلها من الصفحة رقم 4 هنا، دي الريوردات الفري او الجوائز الفري. في عندنا جوائز فري تانية غالية تحت، زي ان احنا نجمع مثلا 200 هناخد 60 من الراندوم امورتال فراجمنتس اللي هي البطل العشوائي، وعندنا برضو غبار النجوم بيديك 100 من غبار النجوم، وده كتير قوي. دي مخطوطة، ما انصحش حد ان يشتري المخطوطات العادية. بالنسبة للكريستالات البنفسجي دي الجوائز بتاعتها، تمام، يعني هو يا اما صندوق فيه مخطوطة يا اما كريمزون مون لايت بتاعت ابطال الفوضى. عندنا هنا صندوق تنين، وعندنا صندوق فيه بطل فوضى او 80 قطعة لو انت فاتح بطل الفوضى. بالنسبة للحاجات الفري، أنصح بإنك تشتري الغبار النجوم بال على الامورتال العشوائي أو البطل العشوائي، برضو السبيد أبس اللي هي التسريعات. دي صفحة 5 بيقول لك إن أنت لو حابب تشتري الكريستالات ممكن تروح تشتري الباكجز بتاعتها. أعتقد لو أنت في سيزون 1 أو 2 هيظهر لك الزينة دي إن أنت تقدر تشتريها أو تفتحها، بس أنا منصحش إن ممكن حد يشتريها، يعني برضو مش مهمة أوي. بالنسبة للبازل، إحنا قلنا ان كان في جوائز بازل. البازل دي لما بتجمعها بتقدر ان انت تعدي المهمات بتاعة الباس او بتاعة المسار ده. المسار ده في منه مسار فري، دي الجوائز الفري اللي على الشمال، اللي في النص هنا دي الجوائز اللي ممكن تفتحها لو انت هتشتري المسار ب 3500 جوهرة. وعندنا المسار الاخير بتفتحه ب $20، بيديك 30 كريستالة وبيديك 90 قطعة من البطل العشوائي. 30 كريستال ممكن يعملوا معانا ايه؟ لو احنا حبينا نحسب ان احنا عايزين نجيب مخطوطة مثلا، المخطوطة ب 40 كريستالة، ونقدر نقول المخطوطة ب $30، لو احنا هنشتري الحدث ده ب $20 هيدينا 30 كريستالة. لا مش 30، وهنا 40، لا مش ب $30، يعني اقل من $30، حوالي مثلا $23 ولا حاجة. الحل زي دي، انت لو هتجمع من هنا 15 و8 و4، يبقى كده معانا 27 واتنين، 29 وواحد، 30 من الفري هتجمع 30 كريستال. فانت برضو سواء انت لعبت الفري لوحده او لعبت الباس لوحده اللي هي المهمات اللي فوق ديت، يبقى انت لو انت لعبتهم مع بعض هيبقى معاك 60 كريستال، تقدر تشتري الصندوق ده، تقدر تشتري مثلا 4 من الجايزة دي. بس لو الباس لوحده او المهمات لوحدها مش هنقدر ان احنا نشتريه مخطوط. ففي الحالة دي ممكن افتح انا مؤقتا ال 3500 جوهرة. انا لسه دلوقتي مش عارف ممكن العب على المخطوطة ولا لا، وانا كان معايا بازل من السنة اللي فاتت فهلعب. هما بدأوا ان هما يخلوا البازل او اي حدث بتلعبه ما يبدأش يتراكم بالسنة. يعني دلوقتي انت لما هتلعب اي حدث، الحدث هتخلص الجوائز بتاعته هتختفي معاك من الشنطة دي. بالنسبة للحاجات الجديدة، الحاجات القديمة اللي كانت باقية معانا من السنة اللي فاتت او من السنة اللي قبلها لسه موجودة، لان هي ما كانش نازل لها تايمر. بس من اول السنه دي بدات كل الاحداث اللي بتنزل في حرب الممالك بتنزل لها تايمر، يعني كل البازل اللي هتجمعه المره دي في الغالب هيتعمل له اكسباير. احنا عايزين نفتح كده صناديق جديده ونشوف هيتعمل لها اكسباير لو جالنا صناديق. زي ما احنا شايفين العملات الفضيه ليها وقت عشان تكسباير، فلازم تصرفها قبل ما الوقت ده ما يخلص. فميك شور انك تصرف كل العملات الفضيه، ما تحوش حاجه للسنة اللي بعدها، لأن احنا في الحالة ديت مش هيتراكم علينا من السنة للسنة زي ما كنا متعودين في السنين اللي فاتت.
هو الحدث كله على بعضه 20 ليفل، انا اعتبر عديت منهم 10 بعدد البازل اللي معايا ده. اعتقد اقدر اوصل ل 9 مش 10، هوصل ليفل 9، ابقى واقف ما بين 9 و10، يعني يعتبر 45% او 48% من الحدث. خلينا نجمع الجوائز بتاعت الليفلات انا نسيت ان هنا في ريوردات مش هناخدها من الكريستالات، يعني ممكن ما نحتاجش ان احنا بلاي جراوند هنا. الافاتار ده مش عارف اصلا كان معايا ولا لا، تعال نشوف الافاتار ده. المسج بوكس اسمه نافيتي، المفروض ابص على الافاتار فريم هل هو اصلا معايا ولا لا قبل ما افتحه، قبل ما اعمل له كليم، بس في الغالب ده ما كانش موجود معايا. بالنسبة للتشات بوكس، تشات بوكس ده كان التشيلدرن داي القديم، ولا تاني كان تايتل ده هو مش ظاهر لنا هنا، لازم هيظهر لنا بعد ما نفتحه. بالنسبة للريوردات الفري انا شايف ان يعني 3500 جيم يعني رقم مش كبير مقارنة بالجوائز اللي هتاخدها من هنا فري من الباس، يعني لو ينفع بص على الباس من هنا. بس بالنسبة للكريستالات هل هيكملوا اصلا 10 من الفري ولا لا؟ يعني اوريدي احنا خدنا 2 من هنا، خدنا 1 يعني 3، 1 4، يبقى احنا توتال معانا 4. بالنسبة ادي 2 يبقوا 6 و3 9، يعني اجمالي لما هتشتري الحدث اللي بجواهر مع الحدث الفري ان هنا في كريستالات 3، هنا بيجي منهم 9 وهنا 3، يبقوا 12، 12 مع ال 30 اللي فوق يبقوا 42. في الحالة دي نقدر نشتري مخطط فري من غير ما نشتري ال 20 دولار من هنا. انا في الغالب مش هشتري اللي ب 20 دولار، لان انا كده كده هشتري مخطوطة ببلاش، فاللي ب 20 دولار يا اما هشتري بيها احجار تنين يا اما كريمسون مون لايت، وانا في الحاله دي مش محتاجهم. مش شايف ان الصراحه ال 20 دولار ورثت ان انا اخد ال 90 قطعه وال 30 كريستال ماربل. وده يكون تلخيص للحدث بتاع الطفل ونقدر نصرف عليه ازاي. فانا ما انصحش ان احنا نشحن اللي ب 20 دولار ونشتري اللي ب 3500 جيم بس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.